السلام عليكم. على غير العادة كان دخول طلبة ثانوية محمد نجار ببلدية عين سمارة بولاية قسنطين للفترة المسائية من مساء أمس مفجعا لهم وللطاقم الإداري، أين تم العثور على المديرة بلبل فاطمة وهي جثة هامدة داخل المكتب. وحسب مصادر إعلامية محلية فإن المديرة عثر عليها متوفية داخل مكتبها بواسطة حبل بعدما أقدمت على إنهاء حياتها لأسباب لا زالت لغاية الآن مجهولة. وتنقلت مصالح الأمن المختصة إقليميا إلى الثانوية المذكورة حيث بشرت الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقا لكشف ملابسة الحادث الأليم، فيما تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بولاية قسنطين. إن لله وإنا إليه راجعون.